بارك الله فيك يا شيخ. في حديث أفضل الصيام صيام داود، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا لنفسه؟ بارك الله فيك. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. أنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه مسؤوليات كبيرة وكثيرة متنوعة، فهو يقدم ما كان الناس إليه أحوج، يقدم ما كان الناس إليه أحوج، ولهذا يحث على اتباع الجنائز وتمر بها الجنائز ولا يتبعها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينظر دائما في أحواله إلى ما هو أنفع للعباد. كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم. فهو يتبع المصلحة، ولهذا ينبغي الإنسان في سيره إلى الله عز وجل أن يتبع ما فيه المصلحة ما عدا الأمور الواجبة، الواجبة لا بد منها. وأما بقية التطوع من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فينظر ما هو أنفع. ربما يكون الأنفع الإنسان أن يقوم يصلي، ربما يكون الأفضل أن يأخذ كتاب يطالع. هذا هو. نعم.